احنا الوقت لما بنيجي نتكلم وبنقول ذكرياتك الاولى في النادي الاهلي وانت طفل، هل فاكر منها حاجه ولا مش قوي؟ طب انا فاكر الحاجات دي، واللي فاكرها زي ما قلت لك المباريات اللي كنت بشوفها مع كابتن، كنت بتقعدوا في المدرج كابتن الخشب؟ مختار، بنقعد في المدرج، مش الخشب، المدرج اللي ورا الجون. طب وانت شاب، هل في ذكريات ليك لما كبرت بقى وبدات تبقى توعى لكل حاجه في النادي الاهلي؟ بقيت بتابع بقى فريق الاهلي. من ضمن الذكريات فرقه، اما يعني كان فتره الستينات كانت فتره صعبه، الاهلي ما كانش بيحقق فيها بطولات كبيره في اواخرها، لكن لما جاء مستر هيديكوتي والجيل بتاعكم اللي هو الجيل الذهبي اللي هو في السبعينات، وانا فاكر، يمكن مش عارف انت يمكن تكون نسيت المباراه، كان في، فانتوا يعني ابتديت ناس تتكلم عنكم وانتوا تحت 18 سنه، مظبوط، الفرقه بتاعت الكابتن الخطيب وبتاعتك، خطيب ومصطفى يونس، وكان فرق وعادي اليسري، كان فرقه كبيره جدا، وصفت عبد الحليم، لا صفت، لا احنا كنا الاكبر سنه. فكنا بنتفرج، انا كنت قاعد بتفرج على الماتش ده في النادي، كان بيتلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي كسب 7 7. مظبوط، ما كنتش انت فيه، كان لا انا كنا احنا كنا 21 وهم كانوا 18 سنه. فدي من البدايه يعني، الماتش ده 7-1 انا كنت موجود فيه، اتفرجت على الماتش ده. ما فكرتش تلعب كوره وانت في القلعه الحمراء، القلعه اللي بتضم نخبه كبيره من النجوم؟ انا يعني ما كنت بلعب كوره في المدرسه، ومستواي ما كانش، كان مش بطال، كنت بلاي ميكر يعني. مدرسه ايه؟ فدرست الجزويت، العائله المقدسه، بس دي مدرسه بقى والدتي حطتني فيها عشان ما العبش كوره، ان هي كان والدها كان بيلعب كوره كمان وكان رياضي، اذا كان الوالد كان بيلعب كوره. ووالدي اللي هو بقى جوزها، وكان ابن عمتها في نفس الوقت كمان، وكل ولاد عمتها بيلعبوا كوره، فهي بالنسبه لها الكوره يعني عايزه تبعدني عن الكوره باي ليه؟ طريقه. عشان كانت واخده الكوره، واخده جوزها في كل شيء من الكوره. بالظبط. فقالت لك بقى ما تلعبش لعيب كوره. فدخلتني المدرسه دي، المدرسه العائله المقدسه دي خرجت أجيال كبيرة من العمالقة في كل المجالات، و يعني بقالها 125 سنة، احتفلت من السنة اللي فاتت بتواجدها 125 سنة في مصر، ما شاء الله. كنا بنروح المدرسة حوالي، ننزل من البيت الساعة 6 الصبح والأتوبيس ياخدنا الساعة 7، ونعمل دروس من 7 ل 8 قبل ما اليوم الدراسي يبتدي، كل ده في المدرسة؟ في المدرسة. واليوم الدراسي كان يخلص 4، وبعد 4 نقعد نعمل حل الواجبات في المدرسة، كمان. يعني بنمشي من البيت الشمس ما أشرقتش، ونروح تكون الشمس غربت خلاص. ده شغل محترفين بقى. فحاولت بقى وجيت لها من ناحية تانية من الإدارة يعني. طب أنت في الفترة دي، احنا كلنا طبعا كان أهالينا كلنا مش عايزين نلعب كورة، كان يقول لك إيه لعيب الكورة ملوش مستقبل، وي وي والكلام ده كله. وشفنا دلوقتي الاهالي دلوقتي بتاخد ولادها الصغيرين وتوديها، توديهم يلعبوا في مدرسه الكوره او في الفرق، تجيبهم وتوديهم. انت ما فكرتش في وقت من الاوقات كده انك تزوغ كده او كده وتروح تلعب كوره؟ كنت بلعب في المدرسه، بس ان اروح بقى في حته تانية، كنت بلعب في نادي الجزيره يوم في الويك اند بقى، نادي الجزيره في الويك اند، يوم الاحد والسبت كنا بنلعب. بس يعني الوالد ما حبش يأثر عليها شويه، الكوره ما اثرش قوي، هو كان مشغول بقى بشغله والدراسه وبتاع، برضه كان بيركز، الاجيال دي كان الاهم حاجه بالنسبه لهم الدراسه قبل الرياضه يعني. اكيد انا في الزمن ده انا بتفق معاها طبعا، الله يرحمها ويحسن اليها. ربت رجاله وطلع دلوقتي بقى المهندس مصطفى مراد فهمي، زي ما انتم شايفين شخصيه متزنه وشخصيه جميله، ولسه عندنا كلام كتير جدا. لما تخرجت من المدرسه دخلت ثانوي، كانت مدرسه ايه؟ لا، ثانوي هي نفس المدرسه، هي في نفس المدرسه. طب الجامعه دخلت كليه هندسه، قسم ايه؟ قسم الكيمياء، هندسه كيميائيه. وتخرجت الحمد لله، وكنت هشتغل في شركه جابكو، كان يعني رحت، وكان اللي سهل لي الاجراءات كان في الاستاذ احمد خيري في النادي الاهلي، كان من نجوم الهوكي. ايوه اسمع عنه. طبعا. فهو كان صديق لوالدي، ورحت هناك وعملت الكشف الطبي وكل حاجه، كنت بستعد هروح خليج السويس في شركه جابكو. وتشاءل صدف ان اتسمى كرئيس الاتحاد الافريقي في الفتره دي 78،
ووالدي كان سكرتير الاتحاد الافريقي وكان بيتعشى عندنا في البيت. فجت السيره بقى ان انا خلصت وهشتغل في البترول، قال لي لا لا انت مش هتشتغل في البترول، انت هتشتغل معانا في الاتحاد الافريقي. هو تسمى اللي اتخرج لان هو كان بيجي دايما، وانا كنت من بدايه السبعينات كنت بتابع بقى البطولات الافريقيه والدوري في اوروبا والحاجات دي، وكانت جدتي بتجيب لي مجلات فرنساوي الفرنس يعني فوتبول. عاوز تقول لي ان الاسره ساعدتك برضو انك توصل للمكانه اللي انت فيها دي؟ بالظبط، انا جدتي كانت جدتي لوالده والدتي سيده فرنسيه الاصل. فرنسيه الاصل. فكانت بتجيب لي، عشان كده بتروح باريس كتير. بالظبط. فبتجيب لي مجلات كتير وعايزه تحسن اللغه الفرنسيه بتاعتي. هم كانوا عاوزين يعوضوك عن ان انت ما لعبتش كوره، فعاوزين يدخلوك برضو في نفس المجال؟ لا، هي سالتني قالت لي تحب مجلات ايه، فقلت لها عايز فرانس فوتبول والاكيب. يعني الرياضه في دمك. في الرياضه. فتابعت، ومن ضمن الحاجات اللي اثرت خلت تسمه ينبسط مني ان سنه 72 كان في كاس الامم الافريقيه، وما كانش حد متوقع ان الكونغو هتكسب. انا كنت قريت كده شويه سنة عنها. كم؟ سنه 72. 72 كان المتوقع ان مالي كان عندهم سليف كيتا. ايوه كان معروف قوي. مالي هي كانت مرشحه والكاميرون بتلعب على ارضها. فهم دول المرشحين. فجات الكونغو حققت المفاجاه، وهو كان سالني قبل البطوله قال لي تفتكر مين اللي هيكسب؟ انا بقى صغير والحماس كده وقريت كده كلمتين عنهم في البتاع، قلت له الكونغو هتكسب. وجات الكونغو كسبت. فهو بقى يمكن انت توقعت ولا من كتر اللي شايفه قدامك بالنسبه لا شايف للأداء. وقريت عنهم ولقيت عندهم كذا لعيب بيلعب في فرنسا وبيلعب كويس وكده. فيعني او ساعات يمكن يعني من ضمن المراهنه يعني راهنت عليهم. ودي اثرت بقى مع تسمى، اعتقد ان هو بعد كده 78 قال لي بقى انت تيجي تشتغل معانا. كانت النقله الكبيره في حياتي يعني.